متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر حزيران يونيو، والذي يتصادف أيضا مع بدء فصل الصيف من ناحية الأرصادية، حيث في علم الأرصاد الجوية يبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي بما فيها المملكة في الأول من حزيران. في فصل الصيف تبدأ درجات الحرارة طبعا في المملكة بالارتفاع الكبير والمضطرد، وتحدث موجات الحر التي ترتفع بها درجات الحرارة إلى ما يناهز 50 درجة مئوية، وتنشط على فترات متباعدة أحيانا ما يسمى بالأمطار الموسمية التي تؤثر على بعض المناطق الجنوبية الغربية من المملكة والأجزاء أيضا الغربية، تشمل مرتفعات مكة والطائف ومرتفعات الباحة وعسير. أيضا ينشط ما يسمى بموسم الغبرة في وقت لاحق في فصل الصيف في مناطق جنوب غرب المملكة، كما أيضا يشهد الجزء الأول من فصل الصيف في المملكة نشاطا لما يسمى برياح البوارح، وهي تتمثل برياح شمالية مغبرة وحارة تهب على المناطق الشمالية الشرقية للمملكة، تشمل مثلا الدمام وحفر الباطن والإحساء، وتصل أحيانا إلى أيضا منطقة الرياض، وتختلف قوة هذه الرياح وشدتها من عام إلى آخر. وهذا الأسبوع ستشهد المملكة بدء هذه الرياح بمشيئة الله تعالى، خاصة في القسم الثاني من هذا الأسبوع. سنستعرضها الآن في التوقعات الجوية اليومية لهذا الأسبوع. نبدأ التوقعات الجوية بيوم الأحد الذي من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى مرتفعة في كافة مناطق المملكة، فكما سنلاحظ يوم الأحد تصل درجة الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 38 في المنطقة الشمالية و39 درجة مئوية، تصل 42 درجة مئوية في الدمام، 36 درجة مئوية في جدة، و30 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. فرص لزخات رعدية من الأمطار متباعدة زمنيا وجغرافيا فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. تتحسن هذه فرصة الأمطار فوق منطقة مكة المكرمة والطائف أو مرتفعاتها تحديدا، ومرتفعات المدينة المنورة وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية من تبوك، ومع فرص أيضا تمتد بعض الزخات الرعدية المحلية من الأمطار نحو منطقة حائل وأجزاء من منطقة القصيم. أيضا في الجانب الآخر تستمر الرياح النشطة في الأجزاء الجنوبية الشرقية والشرقية المملكة، تحديدا في الإحساء رياح شمالية شرقية نشطة مغبرة ودرجات حارة مرتفعة للغاية. يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تتأثر مناطق قريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة بارتفاع حاد على درجات الحارة نتيجة اندفاع رياح شرقية قد تصل بها درجات الحرارة إلى ما يفوق 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، ولكن في ساعات ما بعد الظهر تهب رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة. وبالتالي يوم الاثنين هناك تباين حراري لافت سيكون على الأجواء ما بين ساعات النهار وساعات العصر مثلا في منطقة مكة المكرمة وما حولها. تتراجع فرص الأمطار تقريبا في أغلب المناطق، تصل الأجواء تصبح أكثر اعتدالا في مناطق جنوب غرب المملكة، تصل 32 درجة مئوية درجة الحرارة في جدة، 37 و39 درجة مئوية في تبوك، 45 درجة مئوية متوقعة في العاصمة الرياض، حيث تتأثر العاصمة الرياض بارتفاع مضطرد على درجات الحرارة وأعلى من المعدلات المعتادة وسط أجواء شديدة الحرارة، 43 درجة مئوية في الدمام و40 درجة مئوية في المنطقة الشمالية من المملكة. يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تبدأ رياح البوارح أن تهب على المنطقة الشرقية من المملكة، وهي عبارة عن رياح شمالية نشطة تعمل على حدوث موجات غبارية على المنطقة الشرقية بما فيها الدمام وحفر الباطن، وتمتد إلى الإحساء، ولاحقا تمتد إلى منطقة وادي الدواسر، وتصل حتى أحيانا إلى بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. درجات حرارة مرتفعة للغاية في العاصمة الرياض تصل إلى 45، في الدمام 42، في المنطقة الشمالية 42، في تبوك 41 درجة مئوية، 39 درجة مئوية في جدة والأجواء أيضا حارة، و32 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. يوم الأربعاء تتأثر مناطق عدة بهذه رياح البوارح، حيث تستمر هبوبها في المنطقة الشرقية من المملكة، تزداد نشاطا في المناطق الجنوبية من العاصمة الرياض، تصل إلى منطقة وادي الدواسر، رياح نشطة متوقعة على طول المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية التي قد تكون أيضا بها الأجواء مغبرة، درجات حرارة تصل إلى 43 في المنطقة الشرقية والدمام، 40 في المنطقة الشمالية، 40 في تبوك، و45 درجة مئوية في العاصمة الرياض، وأجواء لاهبة وحارة جدا، 31 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، وتتراجع درجة الحرارة في جدة إلى 36 درجة مئوية.
أيضا ارتفاع آخر متوقع درجات حرارة يوم الخميس تصل إلى 46 درجة مئوية في العاصمة الرياض. الأجواء حقا لاهبة ستصبح في العاصمة الرياض ودرجات حرارة أعلى من المعدلات، 41 في المنطقة الشمالية، حتى في تبوك تصل إلى 42 درجة مئوية، 31 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، 33 درجة مئوية في منطقة جدة، و42 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، والأجواء أيضا حارة للغاية ومغبرة مع استمرار هبوب رياح البوارح الشمالية النشطة المغبرة التي تنشط تقريبا في ساعات ما قبل الظهيرة وحتى العصر، مسببة موجات غبارية في هذه المناطق، وقد تصل العاصمة الرياض بعض من هذه الموجات الغبارية تحديدا يوم الخميس. ختام هذه النشرة بيوم الجمعة الذي تشهد به المملكة المزيد من الارتفاع على درجات حرارة، تصل في العاصمة الرياض إلى 47 درجة مئوية وأجواء حارة جدا ولاهبة في العاصمة الرياض، 44 درجة مئوية في المنطقة الشرقية والدمام، 44 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 41 درجة مئوية في تبوك، و34 في جدة، و32 في جبال جنوب غرب المملكة، مع استمرار هبوب الرياح الشمالية رياح البوارح التي تعمل على حدوث بعض من هذه الموجات الغبارية في أوقات مختلفة. إذن هذا هو ملخص توقعات الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع في المملكة الذي يحتوي على تقلبات حرارية وجوية ما بين بداية الأسبوع ونهايته. أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.